عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تجمعات سكنية مخططة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى على غرار نموذج مشروعي الأسمرات وبشائر الخير. في هذا الإطار قرر رئيس الوزراء وضع هذا المشروع تحت إشرافه المباشر لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة وسرعة التنفيذ. كما وجه مدبولي بسرعة إعداد عرض موحد يتضمن كل القطع المقترحة تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم وبدء التنفيذ.